يا مساء الورد، شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله ناويه اجرب وياكم كوكيز، يعني كثير كثير مدحوا لي اياه الناس، اللي هو الكوكيز الحساوي بنكهه كذا سعوديه، وصراحه يعني احسه لذيذ بيطلع، متحمسه له مره. بعدين بحط عليه البيض، دبس، تمر والفانيلا. بعدين بكمل باقي المقادير، في حتة تمر تاخذ العقل، بحط طحين بر وطحين ابيض. عندي هنا النشا وبيكربونات الصوديوم مع البيكنج بودر، الهيل، القرفة ورشة ملح. نرجع مرة ثانية نخلط. بوريكم الحين كيف صار قوام العجينة في هالشكل. يلا شوي خلص اقدرها. بحشيها بتمر معجون كورته صغار، أنا حطيت الكوكيز في الفرن. بقول لكم عن هذه محضرة الطعام، من أحلى الأجهزة عندي في المطبخ صراحة، رائعة جدا. أحبها ليش؟ لأن الوعاء حقها كبير، فتاخذ كميات كبيرة، سواء بتقطعين بتعجنين تنجزك، يعني ما تسوين الشيء على دفعات. الشيء الثاني أنها ما شاء الله متكاملة، يجي معها خلاط وطاحونة، شفرة، هذه شفرة التقطيع، وفي شفرة بلاستيكية هذه أستخدمها للعجن، وهنا شفرات تقطيع الخضار أنواع. هذا اللي استخدمته في عجن الكوكيز البلاستيك، وهذا اللي تستخدمونها في الفرن، هذا ستيل غير قابل للصدى. هنا حلوة حركة اللي مسويها زي الدرج كذا، تنظمين فيه الشفرات، شفرات التقطيع. أبى أجربها الحين وياكم في تقطيع الخضار. حطيت هذه القاعدة وبعدين بختار الشفرة وأحط الغطاء. شوف شلون تقطيعها يهبل صراحة. إذا بتسوين صينية خضار، بتسوين بطاطس مقلية، شيبس، كلها نفس الحجم مرتبة.